خلينا نسأل سؤال يعني حول ما نسبة احتمال تبديل الوضع الإقليمي بمجيء بايدن أو اختلاف علاقاتنا بدول الخليج واتفاقياتنا الاقتصادية والعربية؟ يعني البعض تحدث حتى ربما علاقاتنا مع أمريكا راح تختلف، لأن سياسة بايدن ربما تختلف عن سياسة ترامب. بايدن يقدر يحسن علاقته هو ويا العراق، خوفا من ان العراق يذهب الى الجانب الاخر. اكو ثلاثي دينمو، ثلاثي دولي دينمو من الصين، العفو، من روسيا والصين وايران. نعم فامريكا تفكر بهذا الثلاثي لانه يكون هو يصير صاحب القرار بالعراق او يضغط على العراق. نعم ومن هنا تجي محاولات بايدن. نعم نعم. لكن نحن متأثرين بالوضع الإقليمي سيد العلوي، أنت تعرف هذا الشيء. مثل ايش؟ شنو الاقليمي؟ يعني اكو اي مفاوضات تأثير متوقعة مع للاقليمي؟ إيران ماكو. بين أمريكا وإيران، يعني تعرف أنت هذا الموضوع. البعض يتحدث عن توقعات في هذا الموضوع في هذا المجال. ما اخفى عليك، ايران تأثر. ليش؟ لأنه الإسلاميين الشيعة عندهم نفوذ كبير في القرار العراقي، وهم ما يعارضون إيران. انتبهي، عندهم نفوذ على القرار العراقي وما يعارضون إيران. نعم فبالتالي يمكن لإيران أن تؤثر على الإسلاميين الشيعة المرتبطين بإيران. نعم الشيعة هم ممكن مرتبطين بإيران، فئة إسلامية مرتبطة بولاية نعم الفقيه. المرتبط بولاية الفقيه هو الذي سيستجيب لهذا، بالتأكيد راح يفضلون هؤلاء العلاقات مع إيران على العلاقات العربية مع العراق. نعم